قامت العديد من الجمعيات الناشطة في فعاليات المجتمع المدني بولاية جلمة بحملة تطوعية لنظافة المحيط الداخلي والخارجي لمستشفى الحكيم عقبي. المبادرة لقت استحسانا واسعا لسكان ومرضى الولاية، سيما وأنها تدخل في إطار تجسيد السلوك الحضري وإيصال رسائل كثيرة لكل مواطن غيور على بيئته. التقرير أو التغطية لهشام قسمي. نظافة من الإيمان، تكون عندهم تكون عندنا سلوك حضاري للمدينة تاعنا مدينة قلمة اللي محتاجة لهذا السلوك، لأن نقدر نطور الولاية تاعنا. ونتمنى هذه الحملات تكون مستمرة، ماهيش على وقت، وتكون في كل الميادين. جينا لبينا النداء، احنا كجمعيات جمعيات لبينا النداء وجينا ورانا نظفوا في المستشفى في المحيط الداخلي والخارجي، والحمد لله وراي مازالت العملية مستمرة، ورانا مازلنا وين يعيطونا رانا نروحوا كجمعيات، هذا واجبنا، وان شاء الله تتكرر العملية وراي لقات استحسان كبير والحمد لله. هذه العملية أسفرت على نقل حوالي 200 طن من النفايات والبقايا والأتربة وتجذيب الأشجار. هذه العملية لاقت استحسان ونجاح وتعاون الجميع بفضل تضافر مجهودات الكل.